السلام عليكم. تلقى وزير الخارجية الجزائري دعوة من نظيره الأمريكي السيد بلينكن لزيارة إلى واشنطن للتباحث في مستجدات الدولية، وعكس ما كان يروج في بعض الأوساط المغرضة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية عندها علاقة جيدة مع الجزائر، وهذا معرفة بتاريخها، يعني تاريخ الجزائر، لأن العلاقة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ما عندهاش الخلفية الاستعمارية الموجودة مع فرنسا أو مع الدول الاستعمارية هذه اللي في جنوب أوروبا. إذن العلاقة مع الولايات المتحدة يعني حتى ولو يعني ما هيش قوية جدا من ناحية الاقتصادية، إلا أنها عندها احترام كبير للطرف الجزائري من طرف يعني الولايات المتحدة، ومن طرف كذلك يعني الطبقة الانتليجنسيا الأمريكية والطبقة النخبوية في الولايات المتحدة الأمريكية، كلهم يعني درسوا التاريخ تاع الجزائر وتاريخ تاع الثورة الجزائرية، ويعرفوا مليح الجزائر تاريخيا. إذن يكنون احترام كبير للجزائر، وإذن فيه، وهذه يعني نعطيكم معلومة مهمة جدا، وهذه ناتجة المعلومة هذه عن تحليل نتاع كل ما يجري من ناحية سياسية في الجزائر وحول الجزائر، وبعد الزيارة تاع الرئيس تبون إلى روسيا. فإذا نأكد لكم بأنه السيد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سوف يتلقى دعوة من طرف الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الجزائري إذن عبد المجيد تبون لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وسيكون التاريخ سوف يقرر لاحقا. وكذلك أمام الرغبة الكبيرة لجلب الجزائر يعني في الاتجاه الغربي والتقرب إلى الجزائر، تقابلها كذلك رغبة جزائرية كثانية كبيرة للتأكيد عن الحياد الجزائري، عن سياسة الحياد الإيجابي التي تمارسها الجزائر بين الشرق والغرب. إذن الجزائر كذلك عندها رغبة كبيرة في البرهنة على أنها دولة محايدة، إذن عندها هذه الرغبة للتقرب من الولايات المتحدة الأمريكية. وكذلك كما أنها زارت روسيا وستزور الصين، فإنها سوف تقبل بالزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا تلقت دعوة من رئيس جو بايدن. إذن فيه زيارة، وهذا خاصة بعد يعني العمل اللي راهي تقوم به والسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر من أجل جلب الجزائر يعني في التيار الغربي، ويعني لتفادي والنقص من يعني التيار يعني نقص من التأثير تاع التيار الشرقي على الجزائر، فالولايات المتحدة تجري وراء الدبلوماسية الجزائرية لجلبها، ويعني تحاول تربحها، لأن الجزائر تعيد كل يعرف أن الجزائر عندها دور إقليمي كبير جدا ومتنامي. إذن هذا هو الشيء اللي حبيت نقوله. وكذلك فيه خاصة عما نعلم أنه فيه في الأيام القليلة القادمة زيارة للرئيس عبد المجيد تبون إلى الصين، وإحنا نعرف بأن زيارة إلى الصين هي أهم بالنسبة للاقتصاد الجزائري، هي أهم من زيارة اللي قام بها إلى روسيا. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.